Welcome to Ovarian Cycle Lecture. I'm Dr. Nermin Bastov. في البداية عايزين نتعرف على function of female reproductive system أو الجهاز التناسلي للمرأة. في two functions مهمين جدا وهما the preparation for conception، ونقصد به الإخصاب، إن أنا بهيئ الجسم لحدوث الإخصاب أو الconception، ونقصد بالconception إن يحصل fertilization للأوفم مع السبرم. وطبعا بينتج عن الconception ده البريجننسي أو الحمل. فالفونكشنز التانية المهمة للبرودكتيف سيستم إن أنا أحافظ على الجستيشن علشان يبقى عندي فترة سليمة من الجستيشن وفترة كمان سليمة للحفاظ على الطفل، فيبقى عندي طفل سليم. لو اتكلمنا على أول functions وهي الـ preparation for conception، إزاي ممكن يحدث الconception؟ أول حاجة لازم يبقى عندي الـ ovum، لازم يبقى عندي generation للأوفم، إن أنا أطلع أوفم، ودي اللي بنسميها أوجينيسيس. أوجينيسيس معناها إن المسؤولية دلوقتي على الأوفري، إن هو ينتج مجموعة من الأوفم أو البويضات وتكون ماتشر ومهيئة لحدوث الكونسبشن، ودي اللي هنتكلم عنها بالتفصيل في الأوفريان سايكل. الأوفريان سايكل الفونكشنز بتاعتها وهدفها هي إنتاج البويضة السليمة، البويضة الناضجة. حاجة تانية إن أنا محتاجة كمان إن أنا أوفر الباسويز أو الفاسيليتيز اللي أساعد بيها السبرم إنه يوصل لحد الأوفم. ففعلا الريبرودكتيف سيستم ديزاين إنه بيساعد السبرم وجايد السبرم من أول الجيرني في الفاجينا، وبعد كده بيعدي على اليوترس، وبعد كده الفالوبيان تيوب. فكل ده فيميل ريبرودكتيف سيستم جايد السبرم، لان في مجموعه من الهرمونز، فانا عندي اندوكراين فانكشنز، مجموعه من الهرمونز زي الاستروجين والبروجسترون ريلاكسن انهيبنز وغيرها، كلها مجموعه من الهرمونز جايد السبرم وبتهيئ الريبرودكتيف سيستم انه يحافظ على السبرم لحد ما توصل لحد فين، لحد الاوفم. كمان علشان اعمل conception انا محتاجه الاكت نفسها، I need a sexual intercourse. فالريبرودكتيف سيستم من الحاجات اللي ديزاين انها تهيئ الفيميل للسيكشوال اكت، والسيكشوال اكت ده عشان يحصل لازم يبقى فيه اناتومي معين مهيئ لاستقبال السبرم، وفي سايكولوجيكال بريباريشن، وفي هرمونز مهيئه للفيميلز، فالشعور بالسعاده والشعور بالاطمئنان، وان انا استقبل السبرم وانها توصل لحد الاوفم، كل ده بيقوم به الفيميل ريبرودكتيف سيستم. طيب انا كل ده بعمل ايه لحد ما اوصل لحد لما يحدث الجستيشن او يحدث الحمل؟ فاول ما بيحصل الحمل انا بيبقى عندي فانكشنز تانية ومهمة تانية، ان انا احافظ على الجستيشن علشان الحمل يبقى سليم والبيبي يبقى سليم. طيب لو حصل ان الفيرتلايزيشن ما حصلش، ما فيش كونسبشن حدث ولا في امبلانتيشن، فمعنى كده ان كل اللي اتبنى ده بيتهد والجسم بيبدأ من جديد. ان انا اهد كل ده يعني هي دي اللي بنسميها المستيرويشن. المسترال سايكل دي عبارة عن شيدنج، ان انا بوقع اللايننج بتاع اليوترس، بوقع كل البريباريشن اللي حصلت دي، اللي انا هيأت الجسم الفيميلز لاستقبال السبرم وحدوث الاخصاب او الكونسبشن. فلو ده ما حصلش بيحصل المستيرويشن، فكل اللي اتبنى ده بيتهد وبنبدأ نعيد السايكل من جديد.
في الأوجينيسيس بيقال إن الومن بتتولد بكل number of follicles أو ova اللي هيفضل الرقم ده معاها طول الحياة. وعايزين نعرف هل هذه المقولة صحيحة أم لا. في البداية خالص الفيميل وهي فيتس لسه في الانتروتيراين لايف بيبقى عندنا عدد بالملايين من الفوليكلز، والفوليكلز دي بتبقى بريمورديال يعني لسه حاجة بدائية لسه مشروع إن أنا بعد كده هعمل أوفا. الفيتوس بيبقى فيها حوالي من 6-7 مليون فوليكلز. الفوليكلز دي طول الوقت matter of time طول الوقت احنا عمالين نفقد الفوليكلز، بتفقد بيحصل لها اتريزيا بتموت. عشان كده من 6-7 مليون ده اللي بيتبقى at birth بيبقى عندي مليون بس. وبرضو again by time by time احنا عندنا follicular loss طول الوقت باي اتريزيا، فمن المليون دول كمان هيبقى عندنا عند البيوبرتي او البلوغ يبقى عندي حوالي من 300 ل 400 الف primordial follicles. اذا المقولة ان الومن بتتولد بالرقم اللي هيفضل معاها الى الابد، الرقم ده ما بيزيدش، ده حقيقي. لو انا قارنتها بالميلز، الميلز اللي عنده سبرماتوجينيسيس طول الوقت عنده السيلز اللي سيكريت هرمونز وبروديوس سبرم طول الوقت طول حياته، لكن الومن لا، الومن بتتولد بالرقم وهو ده الرقم اللي هتتعامل معاه مدى الحياة. طيب احنا وصلنا ان انا حصل لي follicular loss وقعدت اقل لحد البيوبرتي ما بقى عندي 300 ل 400 الف بس primordial follicles. حتى من الرقم ده مش كلهم هيبقوا ماتشر، يعني هنبدأ ناخد منهم شوية ونطلع واحدة بس تبقى ماتشر كل شهر، وبعدين ناخد شوية منهم وتبقى واحدة ماتشر كل شهر وهكذا. عشان كده لو عدينا الماتشر فوليكلز من الرقم ده كله هيبقى بس 400 ماتشر فوليكلز، هتبقى مع الفيميلز دي بتبقى 1 اوفر بروديوسد every month من اول البيوبرتي لحد المينوبوز. طب رحلة الماتشوريشن بتوع ال 400 ماتشور فوليكلز دي، انا علشان اعمل لهم ماتشوريشن بيحدث سايكلز داخل الفيميلز، والسايكلز دي هي الاوفيريان سايكل وهي موضوعنا في الليكشنز النهارده، وسايكل تانية اسمها يوتراين سايكل. في الاوفيريان سايكل هي من اسمها دي سايكل بتتكرر وبتحصل في الأوفرز، بتاخد وقت محدد من المسترال سايكل اللي هو حوالي 28 يوم. وال28 يوم دي احنا بنعدها ازاي؟ بنحسب ان دايما السايكل بتاعت الفيميل اليوم اللي بينزل فيه البلد اللي هو اول يوم من المستويشن ده بالنسبة لي داي 1. فالأوفيريان سايكل دي حاجة متكررة كل شهر، كل شهر قمري، كل 28 يوم. ولأنها سايكل فهي عبارة عن فيزز، فيزز الأولانية والتانية والتالتة، وبنقعد نلف تاني ونعمل السايكل من جديد. فتعالوا نتعرف كده على الأوفيريان سايكل اللي هو بيقول لي فيه 3 فيزز. أول فيز اللي هي الفوليكولار فيز، والفيز نمبر 2 هي الأوفيوليشن أو التبويض، والفيز الثالثة هي اليوتيل فيز. في الفوليكولار فيز احنا هنا لازم نبقى محددين كل فيز مين البطل بتاعها، مين الهرمون الأساسي. ففي الفوليكولار فيز من اسمها فوليكولار فيز يبقى الهرمون اللي هيبقى مسؤول عنها هو الفوليكولار ستيميليتنج هرمون أو الـ FSH. في الفوليكولار فيز اللي بيحصل جروث وماتشوريشن للفوليكلز، مين الهرمون البطل المسؤول عن الموضوع ده؟ الـ FSH. طبعا انتوا عارفين ان الـ FSH بروديوس من البيتيتري جلاند، فالبيتيتري جلاند سكريت الـ FSH وهو اللي هيعمل ايه؟ هيعمل ماتشوريشن للفوليكلز. طب هو ايه اللي بيحصل؟ احنا زي ما اتفقنا ان كل شهر باخد مجموعة من الفوليكلز،
وهبدأ أشتغل عليها علشان أعمل لها ماتيوريشن. فكل شهر حوالي بناخد قد إيه من الفوليكلز اللي عندنا، اللي إحنا قلنا عندنا 300 ل 400 ألف فوليكلز ساعة البلوغ at puberty، كل شهر هاخد منهم حوالي قد إيه؟ من 15 ل 20 فوليكلز، ولسه ده مشروع لسه في البداية فبنسميها primordial follicles. ال 15 ل 20 فوليكلز دول إحنا بناخدهم وبيبدأوا يكبروا سنة، والكفر بتاعهم اللي هو الجرانيولوز سيلز بتبدأ كمان تزيد في السكنس بتاعها، مع العلم إن الجرانيولوز سيلز دي عندها ريسبتور للـ FSH وكمان للـ LH هرمون. طب إيه اللي بيحصل؟ بيبدأ ال 15 ل 20 دول هيبدأوا يحصل لهم يكبروا شوية. طب هما لما بيكبروا بينتجوا هرمونز، يس بيطلعوا هرمونز اسمه الاستروجين، وهرمونز تاني اسمه الانهبنز، وفي انواع من الانهبنز، انهبنز A وانهبن AB. من ال 15 20 فوليكلز دول واحده هتسبقهم كلهم في الجروينج، واحده هتبقى اكبر منهم، هتسبق معاهم. ليه بقى؟ لان هي عندها ميزه مش موجوده عندهم، هي عندها FSH ريسبتور اكتر منه. احنا اتفقنا ان كل الفوليكلز دي الجرانيولوزا سيلز هيبقى عندها FSH ولا H ريسبتور، بس في واحده منهم نمبر اوف FSH ريسبتور كتيره، معنى كده انها سنسيتيف اكتر لل FSH، فهي بتسبقهم وبتكبر اكتر. عشان كده بيقول لي من ال 15 20 عندي واحده فوليكلز هي اللي هتكبر، الفوليكلز دي هتبقى اسرع منهم واكبر منهم. ليه؟ لانها عندها اف اس اتش ريسبتور اكتر. طب هي كبرت وبقت جرو اكتر وبدات تطلع كميه اكبر من الاستروجين، وزي ما احنا عارفين ان الاستروجين لما بيزيد هيعمل نيجاتيف فيدباك، هيعمل نيجاتيف فيدباك على البيتيتري جلاند، فبيبدا البرودكشن اوف اف اس اتش يقل. خلي بالنا ان ال FSH هو ده اللي كان بيكبرهم، ففي واحده كبرت قوي وسبقت صحابها وبدات تطلع استروجين بكميه كبيره، الاستروجين ده هيعمل نيجاتيف فيدباك فيبدا مستوى ال FSH يقل، هيبقى كميه قليله قوي. طبعا مين اكتر واحد هينضر ان ال FSH قل؟ هم الباقيين. ليه؟ لان هم اصلا ما عندهمش ريسبتور كافيه لل FSH، وهم عندهم ريسبتور قليله لل FSH، وهو كمان مستوى الـ FSH ليفل قل، فيبدأوا هم يحصل لهم ايه؟ ديجنريشن، يحصل لهم اتريتك، يبقى اتريزيا بيسموهم اتريتك فوليكلز. هي الوحيدة اللي هتكمل الجروينج بتاعها. ليه؟ لأن من كتر الـ FSH ريسبتور اللي عندها وهم سنسيتيف جدا، فحتى كمية الـ FSH الموجودة القليلة هي ما كانتش sufficient للباقيين ان هم grow، فعشان كده هم ماتوا، لكن sufficient ليها هي انها تكمل الجروث. يبقى follicles واحدة، الفوليكل دي هتستمر في الجروينج، هتطلع كمية كبيرة من الاستروجين والانهبنز، ودول بيعملوا negative feedback على الـ FSH، وفي نفس الوقت الاستروجين ده بيشتغل على ريسبتور تانية بيخلي الفوليكلز دي تكبر اكبر. يبقى الفوليكلز دي بتكبر ازاي؟ لان الاستروجين لما قلل ال FSH، FSH ما كانش كافي لبقية الفوليكلز لكن كافي ليها هي، فهي اللي كبرت، فده بنسميه بوزيتيف فيدباك. المرحلة التانية اللي بعد كده هي مرحلة الاوفيوليشن. طيب مين بقى البطل في الاوفيوليشن؟ طبعا البطل مالوش حل، هو اليوتينايزنج هرمون او ال LH هرمون. اليوتينايزنج هرمون او ال LH بيحصل له مرة واحدة كده، بيبدأ المستوى بتاعه يزيد زي ما انتم شايفين كده، هو باللون الأحمر، ومرة واحدة يبدأ مستواه يزيد. الزيادة الفجائية دي، الخضة الفجائية دي، بنسميها LH سيرج، ودي بتحصل تقريبا في منتصف الشهر او في منتصف البيريد، يعني في اليوم ال 14 من السايكل كلها. اجين ما ننساش ان السايكل بتاعت الفيميل اول يوم بتاع المنستريشن ده داي 1، وبعد كده ببدا اعد داي 1 داي 2 داي 3 وهكذا، اقعد لحد يوم 14 اهو اللي هو تقريبا منتصف السايكل. ففي منتصف السايكل هيحصل اوفيوليشن. مين البطل اللي عمل الاوفيوليشن؟ ال H، وبنسمي
طلوع الصعود مرة واحدة كده، اللي هو نطرة مرة واحدة كده في ال LH وطلع مرة واحدة، بنسميها ال LH سيرج. طب هو ايه اللي حصل؟ طبعا لو احنا كملنا ان في اليوم ده الفوليكلز هتوصل لأقصى ماتشوريشن ليها، والفوليكلز دي اللي هي كانت سابقة اخواتها هنسميها ماتشور جرافيانت فوليكلز. يبقى الماتشور جرافيانت فوليكلز هي معناها ان انا عملت اقصى واكبر فوليكلز اللي هي خلاص بقت مستعدة، بقت مستعدة مستعدة لايه؟ مستعدة ان يحصل لها رابشر زي المنظر كده دلوقتي. ادي هنا الفوليكلز هتبدأ تطلع رابشر ويطلع منها الماتشور اوفا، فالفوليكلز طلعت الاوفا. طبعا بتاخدها السيليا اوف فالوبيان تيوب عشان تكمل السكه بتاعتها لليوترس. المستوى بتاع ال LH اللي هو ال LH سيرج ده بيوصل حوالي 10 مرات البيزك تايم بتاعه. الفوليكلز بتطلع منين بقى؟ بتطلع من جزء ضعيف قوي من الاوفري بيسموها الستيجما، يعني الجزء ده اضعف جزء من الفوليك، يعني الفوليك القويه ما عدا الحته دي بتبقى ضعيفه شويه، فبتبقى سهله على الاوفم ان يحصل لها رابشر في الحته دي اللي هي الاستجما. والاوفم لما بتطلع بيبقى حواليها مجموعه من السيلز بيسموها كورونا ريدياتا. اخر مرحله معانا هي مرحله اليوتيال فيز او تكوين الجسم الاصفر، الجسم اللي هو كوربس ليتيام اللي هو الجسم الاصفر. احنا اتفقنا ان الفوليكلز دي حصل لها رابشر وطلع منها الماتشر اوفا. طيب الهيكل بقى بتاع الفوليكلز ده بيبقى اسمه كوربس ليتيام او الجسم الاصفر زي ما احنا شايفين كده في الصوره. الهيكل ده مش مجرد خلايا عاديه، لا دي خلايا اكتف طبعا، في جرانيولوزا سيلز وخلايا اكتف جدا، وسكريت تو هرمونز اللي هم الاستروجين والبروجسترون. الكوربس ليوتيام ده بيكمل معانا وبيبقى عنده تو فيتس، يا اما هيفضل زي ما هو يكبر يكبر شويه، لا ده لو حصل حمل، يبقى الفيميلز دي لو حصل بريجننسي يعني فيرتلايزيشن هيبدا الكوربس ليوتيام يعيش مده طويله شويه، لكن لو ما حصلش فيرتلايزيشن او ما حصلش حمل هيبدا يضمر ويتحول الى فايبروس تيشو بنسميه كوربس البيكانس اللي هو الجسم الابيض. فزي ما باين هنا في الفوتوز الحلوه دي الكوربس ليوتيام هو لونه اصفر وكبير، وهنا لما حصل له اتريزيا وبقى فايبروس تيشو اسمه كوربس البيكانس. إذن الفيت اوف كوربس ليوتيام، انت عندك حاجة من اتنين، لو ما حصلتش فيرتلايزيشن طبعا الاستروجين والبروجسترون العالي هيعملوا نيجاتيف فيدباك على الهرمونز اللي كانت موجودة اللي هي الاف اس اتش والال اتش. الاف اس اتش والال اتش هو اللي كان معايش الكوربس ليوتيام، فاللي حصل دلوقتي ان هو الكوربس ليوتيام عمال يطلع استروجين وبروجسترون كتير، هم هيعملوا نيجاتيف فيدباك على الاف اس اتش والال اتش، فيبدا يصغر في الحجم ويحصل له اتريزيا ويتحول لفايبرس تيشو اللي احنا شفناها اللي كان اسمها كوربس البيكانس. طيب لو حصل فيرتلايزيشن بقى، لو حصل فيرتلايزيشن طب ما احنا عندنا نفس الاستوري، عندي برضو كوربس ليوتيام وهيطلع استوجين بروجستيرون، يعني ال FSH وال LH مش موجودين. طب هو ليه ما ماتش بقى؟ ما ماتش هنا لان في هرمونز تاني هيعتمد عليه وهو اللي هيعيشه ويخليه يقعد معانا مدة طويلة بدل ال FSH وال LH اللي كان معتمد عليه. طب مين الهرمون اللي هيبدا يعيش الكوربس ليوتيام مده طويله؟ هو بيسموه هرمون هيومن كوريونيك جونادوتروبين او الاتش سي جي. الاتش سي جي ده بيطلع من خلايا الزيجوت اللي اتكونت اللي اسمها تروفوبلاست، فيبدا التروفوبلاست ده سكريت الاتش سي جي هو اللي بيعيش ومن تاني الجروس اوف كوربس ليوتيام. طيب الكوربس ليوتيام هيفضل موجود يطلع استروجين ويطلع بروجسترون وهو عمل FSH وال LH نيجاتيف فيدباك عليهم، لكن هل بيقدر الاستروجين والبروجسترون يقدر يعمل نيجاتيف فيدباك على ال HCG؟ بيقول لي لا، هو ما بيحصلوش نيجاتيف فيدباك، وده اللي بيفسر ليه بيفضل مده طويله قاعد في البريجننسي
الكوربس لوتيوم. ليه؟ لأنه معتمد على ال HCG. إحنا كده يعتبر خلصنا. لو نختبر نفسنا ونشوف، دي عبارة عن diagram. diagram ده بيوري لك ال ovarian cycle. يا ترى هل هنقدر نعرف فين corpus albicans وفين السهم اللي بيشاور على corpus luteum؟ هل هنقدر نحدد ال mature follicles وال rupture follicles، يعني اللي حصل عندها ال ovulation؟ وممكن كمان برضو عندك سهم بيشاور على uterine tube وال vesicular follicles أو ال primordial follicles اللي هي قبل ما تبقى mature.